أصبح بإمكان هؤلاء التلاميذ الإبحار على شبكة الإنترنت والولوج إليها بسرعة ودون انقطاع بعد أن تم ربط مؤسستهم التعليمية بشبكة الاتصالات ذات التدفق العالي عبر خطوط الألياف البصرية. المدرسة الإعدادية ابن رشد والمدرسة الابتدائية بهنشير جديد بالناظور من بين 30 مؤسسة تربوية بولاية زغوان تم إنهاء الأشغال بها وتأهيل الشبكة التربوية، وذلك في إطار مشروع إيدوينت 10 بإشراف وزارة تكنولوجيات الاتصال وبالشراكة مع وزارة التربية. اليوم كعملت البحث في الانترنت لقيتها سهلة، والانترنت تعاون على كل شيء. كانت قديمة الانترنت ضعيفة. اليوم فهمنا أكثر في الانترنت وتسمش تسهل علينا القراية. حاجتي بحاجات مثلا عطوهم لي المعلمة وأنا ما فهمتهمش، يدخل يجي يشوف في الانترنت. تحفزهم زادة باش يقرأوا أكثر، باش يراجعوا دروسهم، باش يعملوا ريشيرش وحدهم، خاطر زادة ما تنساش اللي في الرياف كانوا حتى كي تعطيهم بحث ما ينجمش يخدموا، معناه بحكم ما عندوش، مش متوفر عنده الانترنت، أو بالعكس باش يولي يعمل جو عليها ويولي يشوف الشبكة باهية وتنجم تدخل اللي هم المنظومات الموجودة تو متابعة الحياة المدرسية. التلامذة تستفيد بطبيعة، تستفيد من الخدمة دي على خاطر في البرامج التعلمية بالنسبة للمادة الإعلامية نستحقهم للإنترنت. وخلال متابعته لمدى تقدم أشغال البنية التحتية لخدمات التدفق العالي ومد المؤسسات التربوية بطرق السيارة للمعلومات بعد 6 أشهر من انطلاق المشروع، أكد وزير تكنولوجيات الاتصال أهميته من أجل تقليص الفجوة الرقمية وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجهات. المباشرة هي ربط المدرسة باش نهار آخر تولي مدرسة رقمية، تولي تدرس من الأساليب الرقمية المتاحة الكل. هذه الفائدة المباشرة. الفائدة الغير مباشرة اللي هي مهمة، كي وقت تبدأ شبكة الألياف البصرية ممتدة نجموا في مرحلة ثانية تتوسع الشبكة هذه ونربطوا دور الشباب ودور الثقافة وجميع المرافق العمومية اللي هي قريبة من المدرسة. ولاية زغوان أنا حظها ونصيبها من هذا المشروع 63 مؤسسة تربوية اللي بشاق عرفتها تقريبا 55 مؤسسة عن طريق كواب الألياف البصرية والبقية عن طريق وسائل راديوية. ما هذا الأساس اللي تعتني معنا في مختلف الجهات اللي باش يخلي زاد أبناء المناطق هذه يتشبثوا بالمناطق نتاعهم لان ما عندهم نفس الامكانيات ونفس الخدمات. لي بايور دو فون قاعدين في اطار معناها تمويلات قاعده تتم في مشاريع تبع وزاره التربيه، فما تجهيزات قاعده تدخل للمؤسسه التربويه، لكن الامانه ماهيش بالشكل اللي المطلوب. وتجاوز مستوى تقدم أشغال المشروع على الصعيد الوطني 60%، ومن المنتظر إنهاء ربط أكثر من 3300 مؤسسة تربوية بشبكة الإنترنت عالية التدفق في موفى هذه السنة.